السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، احنا مع بعض النهاردة في تكوين القصور والأعداد العشرية وتحليلها. طب هل في طريقة ثابتة للتحليل؟ طبعا انا بحلها بالصيغة الممتدة، تمام، بس بحلها بكذا طريقة وكل تلميذ حسب رؤيته. طب يعني ايه يا مس؟ معايا كده حلوة. أول حاجة اقرأ 34 و527 جزء من 1000. أول كلمة هسألها لك، ده كسر عشري ولا عدد عشري؟ اه يا جميل، سامعك وانت بتقول لي عدد عشري. طب انا خايبه مش عارفه ليه عدد. اه عشان هنا في عدد. انا عايزاك تحط لي الرقم ده في جدول القيمه المكانيه. تعالي ابدا من العلامه. فين العلامه؟ هي مس العلامه العشريه، ابدا منها. تعالي بقى معايا، هنا 5 جزء من 10، 2 جزء من 100، 7 جزء من 1000، الأحاد 4، العشرات 3. طب أنا عايز أحللها، ممكن بطريقة؟ آه تعالى نحللها. أنا التحليل بالصيغة الممتدة، بصي يا عسل، واحدة واحدة كده. 3 هنا في العشرات بكام؟ ب30، زائد 4 في الأحاد 4، زائد 5 جزء من 10 يبقى 5 أجزاء من 10، زائد 2 جزء من 100 يعني 2 من 100، تمام، زائد هنا 7 من 1000 يبقى 7 أجزاء من 1000 أهي. طب يا أنا خايفة أتلخبط. لأ، ما إيه، خانات قدامك. طب يا مس في طريقة تانية؟ أه طريقة تانية. طب تعالى، إيه ممكن أعمل إيه؟ مس أنا هقسمها حتتين. خلاص يا حبيب قلبي، يبقى هنا 34 زائد 527 جزء من 1000. حلوة؟ طب في طريقة كمان؟ اه، واحد يقول لي طب ايه رأيك بقى يا مس، انا هخلي 34 زي ما هي عدد صحيح وهبدأ اجزأ ده. يعني كم يا جميل؟ انا هقول لك يا مس 5 من 10 صح، زائد 2 من 100 جميل، زائد 7 من 1000. اقول له ممتاز. واحد يقول لي طب ايه رايك بقى انا هعملها بطريقه مختلفه. طب عايز تعمل ايه؟ قال لي طب ايه رايك بقى ان انا هخليها 30 زائد 4 زائد كام؟ 527 جزء من 1000. اقول له ايه؟ صح. طب واحد يقول لي انا بقى ذكي عايز اعمل حاجه تانية. قلت له ايه؟ قال لي يا مس انا هقول 30 زيكم وهقول كمان 4. قلت له حلو. قال لي وهقول 5 من 10. قلت له جميل جدا. قال لي وهقول 27 من 1000. ايه رايك؟ اه صح. يبقى معنى كده ان انا اقدر احلل العدد باي طريقه، المهم ان في الناتج هتديني العدد العشري. طب يلا واحده كمان هنا بقى، تعالى افهم معايا. اما اقول لك اكمل ما يلي، اصغر عدد مكون من الارقام دي 5 2 7 1 4 9 حتى جزء من 100. خلي بالك الحته دي مهمه جدا. عادي جدا، انا عايزه ايه؟ اصغر، ابدا من الصغير. كام؟ 1. يبقى على اليسار هكتب 1، تمام، وعشان ما انساش اشطب من اللي بعده 2، ادي الاتنين اشطب. من اللي بعده 4، جميل، من بعد الاربعة 5، تمام. طيب من بعد الخمسة انا هغلط واقول 9. لا يا مس خلي بالك هنا في 3. خليك صح، 3. لا يا مس 7، انا اسف، ادي 7، برافو. وبعدين 9 كده، انا مرتباها 1 2 4 5 7 9. في حاجة هنا انا بقول جزء من 100، يبقى حط العلامة بعد 5، يبقى الرقم كام؟ 1245.79 من 100. طب لو كتبت نفس السؤال اهو، اصغر، خليك معايا، عدد مكون، هنقل نفس السؤال اهو، من الكام؟ 5 2 7 1 4 9، جميل، حتى جزء من ايه؟
ألف. أكتب. جميل. مين الصغير؟ أهو يا مس حضرتك قلت إن الصغير واحد، اللي بعده اتنين، اللي بعده أربعة، بعد الأربعة كام؟ خمسة. جميل. وبعدين سبعة، تسعة. قلت لي جزء من ألف، جزء من ألف يعني بعد ثلاث خانات، واحد اتنين تلاتة، وادي البوينت. أقراها 124 و579 من ألف. سهلة. يلا واحدة كمان. أنا اديتك هنا الإيه العدد ده، ولكن مكتوب في الصيغة الممتدة. طب تعالى نلمه كده مع بعض، مش عايزاك تجمع بقى وتصق. لأ أنا بدور الآحاد كام؟ واحد. العشرات 70. المئات 600. يبقى الرقم كام؟ 671. حلو. و هنا الجزء من 10 4. جميل. الجزء من 100 8. تمام. عايزه اقراه، يبقى 671 و48 من 100. طب سؤال كمان. هنا كامل ايه اللي قدامي؟ هذا العدد، العدد ده 30 زائد 8 من 100. الله دي حلوه خالص، ادي ال 30 وادي ال 8 من 100. ايه رايك؟ يبقى 30 و8 من 100. كده بقى انتهت الحلقه النهارده اللي بنتكلم فيها عن تحليل وتكوين الاعداد بطرق مختلفه. حضرتك عايز تدريبات اكتر؟ تحت الحلقه في صندوق الوصف سايبه لك رابط حلقه التدريبات. والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.